مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة. أؤكد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لممارسة كرة القدم. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة من منافسات دوري المحترفين السعودي. نتمنى بأن تكون مباراة مثيرة وممتعة، مباراة مثيرة الكل متحمس لمشاهدتها، ونتمنى بأن تكون على قدر التوقعات وعلى مستوى الحدث. النصر لويس كوستافو، عبد الرحمن غريب، لكن اللعبة لم تحقق أي تأثير يذكر. تاليسكا يتجاوزون الخط الأحمر، هدف أول في هذا اللقاء. نتابع اللقطة مرة أخرى ونستمتع. أي تصويبة قوية، أي كرة متقنة استقرت في الشباك، نظرة مختلفة للهدف من زاوية أخرى. تقدم لصالح النصر، يستعيد الكرة مرة أخرى، كرة بينية ممتازة، ركنية بانتظار التنفيذ. تصويبة على المرمى، كرة ما كانت صعبة، الحارس ينجح في التصدي. فينسنت أبو بكر، سلطان الغنام، ملعوبة إلى لويس كوستافو. هل نشاهد هدف بعد هذه التمريرات؟ في توقيت مثالي يتدخل ويعترض الطريق. انظر إلى اللقطة، يستحق تسديدة. يفقد الحكم، يحتاج
خطر. لكن الكرة بتضيع وراحت الإمكانية. فاول على النصر. ممتاز في التدخل واستعادة الكرة بشكل الكرة في هذه اللقطة. تماس لنادي النصر. سليهم ضاعت راسية. التوجيه كان مطلوب من الأسفل في اللقطة الماضية. لم ينتج عنها أي خطورة. اعتراض ناجح مشاهدينا للتمريرة. العمري. الكرة تصل لويس كوستافو. الحكم يوقف اللعب في وجود لاعب مصاب في أرضية الملعب. واضح بأن المدرب سيلجأ إلى دكة البدلاء في اللحظات القادمة. تستأنف المباراة ويستأنف اللعب مرة أخرى. ملعوبة إلى لويس كوستافو. 4 دقائق في تقدير حكم المباراة كوقت مضاف. الكرة تصل لويس كوستافو. الكرة بتضيع من جنب النصر. شوط أول ينتهي ونتجه الآن لاستراحة ما بين الشوطين. واضح بأن المدرب سيدفع بلاعب بديل على دكة البدلاء. نتواصل مع إثارة كرة القدم مشاهدينا في شوط المباراة الثاني في هذه اللحظات. عبد الرحمن غريب. النصر يتحصل على كاد يسجل من الركنية. رأسية كانت خطيرة. لم يتمكنوا من الحفاظ على الكرة. اعتراض يمنع. اوهو تسديدة قوية. اوهو يسجل مرة أخرى. فعلها من جديد. سجل وكأنه يصرح علانية بأن لا أحد يستطيع إيقافه. شوف الهدف مرة أخرى. شوف اللقطة. شوف العارضة ومساعدتها ومعاندة حارس المرمى. ارتطمت الكرة وتحولت إلى الشباك. ثلاثية ثقيلة الآن. هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. تدخل هنا واستعادة الكرة من جديد. سليهم يلعب في مكان تصدي. لكن هل هناك تهديد قادم؟ كرة تصدم وضربة ركنية مشاهدينا. إذا في النهاية الكرة لا تسفر عن شيء. بعد هذا الهدف مشاهدينا في كل مكان. الأمور انتهت بالفعل. العودة شبه مستحيلة الآن.
مباراة من طرف واحد، والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. ينجح في اعتراض الطريق، تمكن هنا ونجح في استعادة الكرة. كرة بينية عالية، كرة تقف لحارس المرمى بدون مشاكل. الكرة تتجاوز الخط في المباراة، لكن الخطورة تنتهي. ضاعت الفرصة، لكن تنتهي الخطورة بدون أي تأثير حقيقي. فيصل فجر يتدخل ويستعيد الاستحواذ. تماثلها من نصيب فريق النصر. ضربة رأسية افتقدت للدقة، ضاعت الفرصة. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. يتدخل ويقطع الطريق لويس غوستافو. فيصل فجر ملعوبة إلى تاليسكا. الله على اعتراض التسديدة. أنسيلمو تدخل في هذه اللحظات ويقطع الطريق. العمري توقع سليم في قطع هذه الكرة، تصويبه من مسافة بعيدة. شو اللي كان يفكر فيه في اللقطة الماضية؟ وثلاث نقاط مستحقة.